معنا اليوم دكتور غسان مهنا، أخصائي بطب الأعصاب ورئيس برنامج الصداع والآلام المزمنة ببلفيو ميديكال سنتر. رح نحكي اليوم عن الصداع والصداع النصفي، شو تعريفهم، أسبابهم، الوقاية والعلاج. دكتور مهنا، ثانك يو لأنه قبلت معنا اللايف اليوم، ونحن أكيد رح يكون موضوع كتير حلو، خصوصي أنه هلأ الكل عم يشتكي من وجع الرأس. دكتور، بالأول هل الوضع الحالي أو الستريس اللي عم يمرق فيه العالم بالأجمع بسبب وجع الرأس؟ وشو الفرق بين وجع الرأس والمايغرين؟ أوكي، هو شي بونجورك وبونجور للمشاهدين. عندك ميغرين أنت؟ بالمبدأ لا. مشان نجاوبك على سؤالك واللي استفيدوا منه المشاهدين اليوم، نعرف أنه في مثل ما قلت حضرتك في نوعين أوجاع الرأس. في الأوجاع الرأس العادية ممكن لها علاقة بتشنج العضل الفك، الرقبة، الكتفين، إكسترا. وفي الميغرين لها خصائص محددة. لنحكي عن الميغرين بيكون بشكل عام عندنا الكريتيريا الأتين هي وجع رأس نصفي معه لعي النفس، صوت بيزعج، ضوء بيزعج، المدة بين 4 ساعات ل 72 ساعة. بيجي مرات الشخص لما يكون عنده نوبة ميغرين بس يحرك رأسه يزيد نوبة ميغرين، وهيدي تختلف عن أوجاع الرأس العادية وعلاجها مختلف. هلا سألتيني قبل شوي إذا الستريس بيعمل ميغرين، خلينا نحكي عن ميغرين شوي أكثر. نعرف إنه في بعض الفاكتور، بعض العوامل تعمل ميغرين، يعني مثلا شخص أكل أو شرب كوكا كولا، أو شخص أكل جبنة، أو شخص شرب بيت، أو شخص أكل شوكولات. في بعض الأكلات أو بعض الفاكتور بيعملوا ميغرين. هاي أي ناحية تانية، كل شيء تغيير بالعادات بيعمل ميغرين. افتراضا في بعض الاشخاص بيجوا لعندنا بيقول لك انا ليه عندي ميغرين خلال العطله او خلال الفاكونس، العطله او الويك اند، وانا بالويك اند ماني عند ستريس مرتاح. سبب بسيط انه اذا حضرتك او المشاهد معود يتروق على الساعه 8، بالويك اند تروق على الساعه 9 او 10، هالتغيير العادي بتسبب الميغرين. لما بيجينا نرجع للستريس، كل شيء بس كون على الستريس بيتغير. يعني عندك ستريس، نومك تغير، فقتي على شغلك منك فونكشنال، ما عم تعطي نتيجه مضبوطه، بيجي النوم بتخافي ما تنامي مضبوط، خوف من قله النوم بتعمل لك قله نوم، بتفوتي بحلقه مسكره. اذا الستريس بيعمل مايغرين، واللي عنده مايغرين متكرر بتضايقوا كتير، حد ذاتها بتعمل ستريس، ما هيش متشبكة من بعضهم، وهيدي إلها علاجها شيء، وهيدي إلها علاجها شيء. دكتور، حكيت عن العوامل هلا ممكن الواحد يمكن يتفاداها، هل إذا تفاداها ما رح يجي عنده إبيزود ميغرين؟ سؤال منيح. بتعرفي لما بكون نحكي عن هذيك كلينيك أو عيادات طب الصداع، غير إنه بنعالج المريض، يعني بنعطي أدوية، إن كانت أدوية بريفنتف يعني نعطي دواء وقائي لهالميغرين ما تتكرر معه، أو نعطي دواء لكريسة الميغرين، نفس الوقت بيكون دورنا نساعد المريض ليكتشف هالعامل هيدا. هلا في بعض الأشخاص بينتبهوا نقدر نكتشف هالعامل هيدا، مرات بيكفي إنه هالعامل نزيحه، نغيره، نتجنبه، نتجنب أوجاع الرأس. إذا تثقيف المريض ليعرف العوامل اللي حددها جزء كبير من العلاج، نتجنب تكرار الكرايز اولا، نتجنب اعطاء زياده ادويه. دكتور كمان عم بتقول نحن تسقيف المريض، هل في عوامل منا بايد المريض؟ يعني مثلا كمان اجينا سؤال عن الطقس، انه في ناس بيقولوا على تغيير الطقس انا بعمل ميغرين. هل هيدي اول شيء، هل هيدي ميغرين؟ وثاني شيء بهيدي الحاله شو في يعمل، او خلص يعني رح تسيبه هون بدنا نفوت بعيد؟ برافو عليك. دونك لنجاوبك بشكل مضبوط وعلمي ونكون مبسط للمشاهدين، في عنا عوامل خارجيه وفي عنا عوامل داخليه. لنبلش بالداخليه ونجي بعدين للسؤال تبعك. عوامل داخليه شو هي؟ الهرمونات. بنعرف مرات في عند النساء اكثر ميغرين تجي خمس ايام او تعريفها خمس ايام قبل سيكل مونستريال، قبل العاده، خلال العاده، خمس ايام بعد العاده. قلنا في عوامل خارجيه مثل الاكل اكسترا، كمان لنفهمها المريض مضبوط قصه الطقس.
لنوضحها بشكل مزبوط انه نعتبر وجع الراس عند الاشخاص مثل السفنجة. اي متى السفنجة بتشد؟ لما بكون فيها عليها برد، اذا البرد ممكن يزيد ميجرين. لما بتنشف، لذلك اشخاص ما بيشربوا ماء بيكونوا معرضين اكثر لصداع وميجرين. لما بتتعرض لستريس، لما بنشدها، ولما بتتعرض لبوزيشن مطولة. اي بوزيشن مطولة عم تشيل على الكمبيوتر ممكن تشد لك رقبتك وتعمل لك شيء بيشبه الميجرين. اذا في عوامل خارجية، في عوامل داخلية، ولكن حتى هولي تفقيفهم بيكون موجود، اللي بنعرفه بنشتغل عليه، واللي ما بنعرفه نتأقلم معه. يعني هون اهم شيء، يعني هون كمان في عامل انه المريض لازم يتأقلم كمان مع الوضع يعني هو فيه. هي مضبوط. اذا بدك لما جيت مريض ميجرين، شو الميجرين؟ ميجرين ما في تشخيص شعاعي او تشخيص عن طريق الصور. هي تشخيص شو بيقول المريض، شو بنسأله، شو بيطلع معنا على الفحص. هي علاقة بين المريض والحكيم. هلا لما بيكون هالعلاقة فيها ثقة، بنحط سوا خطة عمل للمريض بما فيه التثقيف اللي حكينا عنه، بنوصل لنتيجة انه الهدف من المريض مش بس نشيله اوجاعه. هلا هدف المريض اللي عنده ميجرين، ما يكون عنده ميجرين ابيزوديك متكررة 4-5 بالشهر، ما تتحول معنا لميجرين كرونيك مزمنة ل 10 و 12 و 13 و 14 يوم بالشهر. دونك مش بس هدف من العلاج انه خفف الفريكونس او تكرار الصداع، مش هدف انه خفف كمان اخذ المسكنات، هدف اتجنب هالوجع ما يصير مزمن، اتجنب ما انه المريض يصير يستهلك مسكنات زياده، بفوت بما يعرف صداع يومي مزمن مع ادمان على المسكنات، وتصير المسكنات بحد ذاتها هي جد له اوجاعه. يعني اي شخص بياخذ اكثر من 15 حبه مسكن بالشهر على 3 اشهر متتاليين دخل بالتعريف الطبي لمنظمه الصحه العالميه بما يسمى ادمان على المسكنات، او بالانجليزي overuse of medication، يعني الاستهلاك المفرط للمسكنات، اللي هي بحد ذاتها بتزيد الاوجاع، بفوت المريض بحرقه مسكره، بصير التعاطي معه بطريقه بدها طريقه مختلفه، طريقه شوي اصعب. دكتور كنت عم تحكي عن فريكانس او عن زمن معين مريض بيرجع بصير عنده ميجرين، هل هو هيدا الزمن ثابت تيرجع يطلع له المريض؟ يعني الواحد بيتوقع، المريض بيتوقع انه انا هالجمعه رح يصير عندي ميجرين لانه صار لي جمعتين مش عامل، او بتجي فجاه، او مع ظهور العوارض مثل ما حكينا؟ لهالسؤال هيدا اذا بدك رح اجاوبك بطريقه مختلفه شوي. بالتطور الميجرين نعرف شغلتين ثابتين، انه خلال الحمل بتخف 95%، وبعد المينوبوز بتخف 95%، هولي واضحين. اما غير هولي ما واضحين ابدا. ممكن انت عندك ميجرين اليوم 5 كرايز بالشهر، الشهر الجاي ولا كريزه، او الشهر اللي بعده 10 كرايز. دونك تكرار الكرايز بالشهر عند المريض ما في حدا بالعالم بيعرفه قبل. لذلك لما نعطي مريض، نشوف مريض، بناخذ وقت مرات 3 اشهر لنحدد قديش فريكونس، على اساسه بنحدد اذا هو بحاجه لعلاج وقائي. يعني اذا حضرتك عم تعملي ميجرين 4 بالشهر، 4 كرايز، لكن الكريزة عم تدوم 3 ايام، يعني انت عندك 12 يوم بالشهر انقطاع عن الشغل، هول بيتطلبوا علاج وقائي. في اشخاص عندهم 6 كرايز ميجرين، ولكن ميجرين بتكون 4-5 ساعات، هول المرضى مرات ما بنعطيهم علاج وقائي. اذا بدها هي تشابك بين الاثنين لنحدد خطة العمل على مدى قصير، متوسط وبعيد. دكتور كمان بالتعريف بالميجرين قلت انه هو وجع نصفي اجمالا بيكون، هل هو على طول نفس المطرح اللي بيضرب فيه الميجرين، او في عنا عده لوكيشنز معقول تضرب عند نفس الشخص؟ لنكون واضحين كمان، بالتعريف تبع منظمه الصحه العالميه او المؤسسه العالميه للصداع قالوا صحيح انه هي نصفي، ولكن لا يعني اذا حدا عنده صداع كل راسه منا ميجرين. ليه؟ لانه عندنا كذا كريتير. الكريتير الاساسي هي انه بيجي وجع الراس مثل دقات القلب، الشخص بحس انه عنده دقات قلب براسه، بيجي معه اهم شيء لعين النفس، لانه لعين النفس ممكن يكون من وجع جاي من تشنج عضل الرقبه، وممكن عند الشخص تختلف مره على اليمين ومره على الشمال، ولكن اهم شيء فيها هيدا لانه واضحين. وهذه رساله للمشاهدين اليوم، اي صداع عند المريض
وتعرض لصداع غير اعتيادي، يعني حضرتك عندك وجع راس على اليمين معود عليه، صار معك وجع راس مختلف بالخصائص. الوجع الراس غير اعتيادي يعتبر وجع راس سيكوندير، يعني له سبب ثاني لإثبات العكس. اي شخص عنده وجع راس غير اعتيادي بيتطلب زياره الحكيم، وممكن يتطلب استشاره الحكيم لنا فحوصات اولا. ثانيا، اي صداع لا يتجاوب مع الوجع مع الادويه العاديه، لان حضرتك عندك ميجران تاخذي حبه بنادول او باراسيتامول تتجاوبي. في حال ما تجاوبتي على العلاج العادي الاعتيادي، هيك كمان بتطلب استشاره الطبيب. شو بيمنع انت عندك ميجران وعم تعملي سحايا؟ شو بيمنع عندك ميجران وعم تعمل نزيف بالراس؟ شو بيمنع عندك ميجران وعم تعمل التهاب جيوب انفيه؟ شو بيمنع عندك ميجران صار في معك ضغط بالعين؟ شو بيمنع عندك ميجران صار عندك التهاب بالاذن؟ وخاصه لما نشوف الاشخاص اللي عم بيعملوا مرات ميجران بسموها ميجران ديستروفيزيك، يعني الميجران لها علاقه بالجهد الجسدي او العلاقه بالرابور سكسويال او بالعلاقه الحميمه. بيجي وجع راس مفاجئ، بكون قاعد المريض وجع راس مفاجئ. اي وجع راس مفاجئ بيتطلب استشاره الطبيب بشكل طارئ. دونك بنكون حذرين اذا عنده مريض استابيليتي بالوجع ما فيش مشكله، ولكن كمان دورنا اليوم نقول امتى لازم المريض يتوجه بشكل طارئ يشوف الحكيم لو عنده ميجرين عادي. دكتور، اذا في ناس بيلاحظوا انه عندهم عاده مثلا بتصير، مثلا مره تعرف انه انا قبل بيومين ثلاثه من العاده الشهريه بيجعني راسي او بصير معي مايجرين، هل هيدا بيتطلب كمان زياره الحكيم او هي فيها تقطعها اذا هي عم تقدر تتاقلم معها؟ طب اذا بنحكي لكن نحكي هلا نحن عن الميجرين مونستريال او الميجرين اللي علاقه بالعاده الشهريه. حددناها قبل شوي، هي خمس ايام قبل، خمس ايام خلال، خمس ايام بعد. هلا وين الفخ تبعها هي؟ اذا المريضه عندها 2 3 بهال 15 يوم وجع راس وعم تاخذ حبه مسكن ما في مشكله ابدا. ولكن اذا عندها بال 15 يوم هول 10 كرايز بالشهر وعم تاخذ المسكنات، وخارج الكرايز كمان عندها خارج السيك كمان عندها ميجرين، صارت المريضة معرضة أكثر إنه تاخذ مسكنات زيادة. إذا أخذت مسكنات زيادة مع الوقت خلال فترة الحيض وخارج فترة الحيض تعرضت للإدمان على المسكنات. إذا قصة تكرار وجع الراس خلال أو قبل أو بعد العادة الشهرية منه قوي منه مشكلة، ولكن إذا تكرر بدها علاجات خاصة. والميجرين عند النساء المنستريال لها علاجات خاصة غير الميجرين العادية عند الأشخاص العاديين. دكتور، اجينا سؤال على فيسبوك هلا، اذا الميجرين بيضرب على العيون، هلا ما بعرف اذا قصده اذا هو احد الكونسيكونس او العوارض تبع المايجرين او هو بيصير عنا مشاكل بالعيون، ما بعرف اذا فينا نجاوب على السؤال. رح جاوبك بطريقتين من ورا سؤالي. اول شيء، في عنا نوعين ميجرين. في عنا ميجرين بلا مشاكل بالرؤيه هي 90%، وفي عندنا مشاكل مع مشاكل بالرؤية. يعني بصير شو عنده المريض، أو بصير عنده مثل نقط بيضاء أو نقط سوداء قدام عيونه، يكونوا ديناميك متحركين، أو بحس كأنه في شيء فيلمون، كأنه في خيوط أبيض، أو بحس إنه صور تغيرت، أو بحس إنه في شيء أبيض أو أسود عم يسكروا عيونه. دونك هيدي بتيجي مرات قبل وجع الراس، مدتها بين دقيقة إلى 60 دقيقة، ممكن تيجي مع وجع الراس أو بعد وجع الراس. دونك 10% ميجرين مع مشاكل بالرؤية، وفي منهم مرات بيجوا معهم تنميل حول الأذن أو تنميل بالإيد، ومرات مشاكل بالنطق. علاج ميجرين مع مشاكل بالرؤية غير علاج ميجرين مع أو بلا مشاكل بالرؤية. بدي أرجع لسؤالك كمان، هل ميجرين تضرب على العين؟ ما إذا قلنا إنه ميجرين وجع نصفي صحيح تضرب على العين، ولكن مين قال كمان إنه مرات إذا عندنا مشاكل بالرقبة أو بالفك أو بالكتفين تعطي كمان وجع شعاعي بيجي حول العين؟ إذا خاصة واحدة، يعني مكان الوجع بحد ذاته منه خصائص ميجرين، بس لأنه ناخد كل الكرايتيريا نجمعهم وبيطلع إذا ميجرين أو مش ميجرين. ولكن نرجع إنه أوجاع حول العين ممكن تكون ميجرين، ممكن تكون ضغط بالعين، ممكن تكون نزيف بالعين، ممكن تكون سينوزيت أو جيوب أنفية داخلية، ممكن تكون وجع بالأذن، ممكن تكون وجع بالفك. هون استشارة الطبيب بتساعد للتشخيص، لكيفية العلاج، للتجنب الاشتراكي.
دكتور كمان سؤال، إذا الواحد نعرف إن وجع الرأس أسبابه كتير ومعقولة أوقات قصص تكون أكبر من مجرد وجع رأس أو مجرد ميجران بالنسبة للعوامل اللي عم يتعرض للمريض، إمتى ممكن يعرف المريض إنه هيدا الشيء خطير صار؟ صار وقت إنه عن جد أنا بحالة طارئة أروح شوف الحكيم. مبدأ عام اي شخص عنده اوجاع راس وعنده سؤال ما يدخل على حاله يسال الحكيم، هيدا مبدأها. عندك سؤال حط المسؤوليه على حكيمك، انا عندي سؤال ما بقول بدي اشوف انطر، خلي الحكيم يقرر وجهه، هي عموميه. ثانيا اي صداع مفاجئ يعني انها بشوي يمكن مع جهد او بلا جهد، قاعد انا هيك فجاه اي وجع راس قوي مدته من ثانيه لاربع خمس ثواني حاد يعتبر نزيف بالراس صحي بدي كده اثبات العكس. اي وجع راس ما بتجاوب على ادويه عاديه يعتبر لازم نعمل فحوصات، واي صداع غير اعتيادي يعتبر طارئ لاثبات العكس. ولكن الايكواسيون سهله، عندك سؤال شيء زعجك تصلح حكيمك تريح حالك حط مسؤوليه على حكيمك. دكتور هلا هو ازعل شغله بالمايجرين او بوجع الراس هو انه بغير الكاليتي دو في او نوعيه الحياه لانه بالنتيجه في وجع بالموضوع. وين صرنا بالعلاجات هلا؟ هل في علاج صار فعال للمايجرين ممكن يمو ولا بعدنا نفس الشيء يعني منسكن من هذا الوضع؟ اوكي رح احكي اول شيء اكيد ما رح فيكم بالتفاصيل الدقيقه نوع العلاجات احتراما للمبدا الايتيك هذا واضح، ولكن مثل نحدد بس نحكي ميجرين عم نحكي علاج وقائي، يعني بدنا ناخذ ادويه تخفف تكرار تكرار الكرايز. اي تقييمنا لاي دواء بناخذه ما فينا نقيم دواء للميجرين قبل ما ناخذه خلال 3 اشهر، يعني في اشخاص كثير بيجوا لعنا على العياده بيقول لك انا اخذت دواء ما فادني. اوكي حبيبي بس انت اخذته قد ايه الكميه اللي اخذتها بالنهار؟ قد ايه المده اللي اخذتها؟ اذا اخذته على شهر ونص ما في يقيم الدواء. اذا اي دواء بناخذه بنقدر نقيم اذا هالدواء ماشي او لا، بدون ننطر 3 اشهر على اساس نعتبره نجح اذا خفف 50% من تكرار الكرايز. اذا تكرار الكرايز 50% او تخفيف مده الكريزه او تخفيف قوه الكريزه. هلا ما في شيء اسمه 100% لانه 100% بتعطيك 4 ادويه، دائما بنتجنب انه الادويه العاديه القديمه مرات بنصح مرات بضعف مرات بيطوش مرات دائما دوخه، دونك حتى التشويس تبع التريتمنت حسب شو المريض، ما في عندي مريضه انا ناصحه وعندها ميجرين بعطيها دواء ينصح، كمان ما عندي مريضه عندها خوف وعندها ديبرشن اعطيها دواء يزيد للخوف والديبرشن، ما عندي مريضه عندها ميجرين عم تعمل قشط ضغط اعطيها دواء بقشط ضغطها، اذا ما بدوش البروفايل تبع المريض حط الاهداف تبعتي على اساسه بتصرف. لا في ادويه جديده ما لها اي عرض جنبيه عوارض جنبيه نزلت بالسوق بامريكا صار 3 سنين، باوروبا سنه، بلبنان صار 4 اشهر، بنعمل ابره تحت الجلد مره بالشهر ما عندها سايد افكت بتعطي نتيجه، ولكن كله هيدا بيرتبط شو الجول تبعنا؟ اذا وصلنا ل 50% تخفيف الكرايز يعتبر العلاج ناجح. دكتور كمان صوت واضح شو الصبايا صوت واضح اللي عم بيقوله كفوليوم بفتكر المفروض المشاهدين اذا حدا صوتي منه مزبوط انا ادرس على الصوت بعد خبروني. دكتور كمان في عنا شيء علاجات او قصص بونكتيال او هلا بوقت الكريزه ممكن المريض يعملها؟ يعني سالونا كمان على بريشر بوينتس معقول المريض ياخذها كرمال يخفف من الميجرين، هل موجودين هؤلاء؟ إذا عم نحكي عن نوبة الميجرين، نوبة الميجرين أكيد في أشياء في عمل المريض تخففه إياها، مثلا أول أشياء بلا أدوية، إذا حطيت ريبون شديت شيء على راسك بخفف نوعا ما أوجاع الراس، إذا حطيت شيء ساقع أو بارد بخفف أوجاع الراس، إذا إحدى إذا بتنامي يعني مرات الميجرين بتعطي شعور بالنعس، إذا نام المريض ممكن في بلا ميجرين. إذا هو اللي ما كفوا ساعتها ما نأخذ مسكنات، في 3 أنواع مسكنات، في المسكنات العادية، في مسكنات خاصة فقط للميجرين، لكن هو حسب عمر المريض
قديش نوبة الكريزة مدتها، قديش قوتها، اكسترا. طب بنشوف الفايل بنجاوب عليه. هلا بس شغلة، إذا بنحكي مثلا العمر، الميجران عند الأطفال موجودة، 5% من الأطفال بيعملوا ميجران. عامل الستريس اللي حكينا عنه أول شيء هو العامل الأول للميجران للأطفال، لذلك أول علاج لكريزة الأطفال هو الريلاكسيشن الاسترخاء، ونشوف شو سبب الخوف. إذا عالجنا الخوف أو عملنا أوتو جيستيون الخوف، نوعا ما كريزة الميجران بتخف. أول شيء عم بقول الصوت كتير واضح فما في مشكلة بالموضوع. ثاني شيء رانيا بفتكر سألت نفس السؤال، ما بعرف رانيا إذا تجاوب على السؤال. هو كان السؤال إنه إذا في علاج للميجران غير علاج غير بالحبوب أو بالأدوية. ما بعرف إذا هدول هن. إيه هلا فينا نشوفها بكتير أشياء. بدنا في دواء أدوية يعني حبوب. في إنا عن أوبر هلا إذا الكريزة إذا تكرار الكرايز منا كتير قوية فينا مرات نعمل أوتوجيستيون للستريس تبع المريض بنساعده، لكن هو قليل، هو قليل حسب نسبة تكرار الكرايز. دكتور حكينا كمان إنه الميجران أحد خصائصها هي إنه تضرب مثل نبضات القلب. هل هي لها علاقة بنظام الشرايين بال أوكي. مين سأل السؤال؟ سؤال حلو أنا. بوك. ليك لهيك لكن إذا هيك السؤال أنا شرح الطريقة ما أنا مع شوية وقت. أوكي ما نو. اعتبره أوكي. هيدا نعتبر نحن هيدا هو شريان الرأس. أوكي. بشكل عام شريان ما بيوجع. أوكي. شريان الرأس إذا كان كبير تبعته افتراضاً 1 سنتيمتر. إجوا هالفاكتور لعنا إنه ستريس لما أكل اللي بدك إياه عملوا أفلماسيون بالدماغ صار هيدا هالشريان عم يكبر. بس يكبر الشريان هون بتبلش نوبة لو مثل ميجران. ليش بحس المريض مثل دقات القلب؟ إنه خلف حول هالشريان عندنا العصب تبع السحايا بشكل عام ما بيضربوا ببعضهم. بس تيجي نوبة الميجران هالشريان اللي بيكبر بصير حس المريض كأنه عنده نبض بالقلب نبض بالدماغ. هي هي الخصائص. لذلك احدى ادويه خصائص نوبه الميجران غير المسكنات العاديه تمنع هالشريان ما يكبر، بس نمنعه بدايه الكريزه ما يكبر بتخف النوبه ما بتوصل لمرحله قويه. لكن هيدا الادويه بدها تنأخذ اول ما تبلش نوبه الميجران. لا عم لخصها بطريقه بسيطه بس اذا معك حق. دور الشرايين السحايا بالميجران دور اساسي، هي هي مسؤوله عن نوع اللي هو مثل دقه القلب لانه بلش الشريان يكبر يضغط على عصب السحايا. دكتور نحن بنعرف كافيين ممكن تعمل بيصغر الشريان معه فمن هيك عاد بتعلى الضغط، هل ممكن تنفع بهيدا الحاله بالميجران؟ بالميجران الكافيين الا عندها دوبل ترانش يعني شغلتين. الكافيين ممكن تخفف نوبه الميجران. لك وين الفرق؟ الفرق اذا حضرتك صبايا انتم عم تشربوا قهوه بالنهار عم بعطي مثلا 3 أو 4 فنجين قهوة بالنهار، أوكي؟ وإجا نهار أخذت فنجانين. هالتخفيف العادات تبعتي بالكافيين هو بحد ذاته ممكن يعمل لك أوجاع راس. يعني مادة الكافيين ممكن هي تكون علاج لنوبة الميجران، نعرفها من زمان هيدي، ولكن استهلاك الدائم بس يتخفف شوي بيعطي ميجران. يعني حضرتك افتراض معودة تشرب شاي 2 بالنهار 4 قهوة. تخفيف كميتهم تعطي بحد ذاتها ميجران ضمن بما يسمى السوفراج او الفوتون. وضحت يعني الواحد لما يقول انا مجاني راسي لانه ما اخذت القهوه الصبح هيدي علميا مثبته مش بس نفسيه الشغله. بالضبط. بس انا بين انه حسب اي ساعه عم ياخذ قهوته انه قبل شوي عامل الوقت تغيرت. اشخاص بقول لك انا اذا ما تروقت مزبوط بنزل السكر معي. العامل الوقت وعامل الماده هول الاثنين يعطوا أوجاع رأس. لذلك مرات إذا عنده أوجاع رأس مرتبطة بالكافيه مع نفس الكافيه مظبوط يكفي إنه يرجع ياخذ الكافيه بتروح بميكريز الميجران. كتير منيح. دكتور نعرف كمان في بعض الأدوية بيعملوا أوجاع رأس. يمكن هودول كمان الأدوية هن كرونيك أو المريض لازم ياخذهم بطريقة عطول لمدى الحياة. وبنعرف كمان إنه الميجران أو أوجاع الرأس ممكن يغير بنمط حياة المريض. يعني ك كواليتي اوف لايف كمان. ف
فهون دكتور شو المنصح يجي عند حكيم بيعالج له اياهم بغير طريقه؟ كيف ممكن يتعامل المريض معه؟ هون عم نحكي عن شغلتين. صحيح في بعض الادويه مثلا ادويه للضغط او ادويه لاي امراض احدى عوارضها اوجاع الراس او ميجرين ممكن، لكن هذه بتتعالج او بتنسال مع حكيم ديريكت لعمليه الضغط. لكن من ناحيه ثانيه بنعرف انه اكثر الادويه اللي ممكن تعمل اوجاع الراس هي ادويه الهرمونات، يعني الكونتراسيبسيون، ادويه الكونتراسيبسيون شو بسموهم، ادويه الهرمونات ممكن تعمل اوجاع الراس. لذلك مرات بيكفي تعاون مع طبيب الصداع والحكيم النسائي نغير نوع الكونتراسيبسيون بتخف الاوجاع. دونك بجميع الحالات المغزى فيها هيدي انه المريض اللي عنده ادويه عم تعطيه صداع ما يحس حاله لوحده، دائما بنلاقي حلول، لانه ما معقول نعالج لشغله معينه بنفس الوقت نعطيه دواء ثاني. في بعض المرات نعطي دواء لشغلتين، في ادويه بتشتغل على القلب وعلى الميجرين، في ادويه بتشتغل مرات على الوزن وبتشتغل على الميجرين. دونك فينا دائما نعمل كومبينيشن حسب بروفايل المريض ونختار اقل ادويه واكثر نتيجه. اجينا سؤال بعتقد مهم، هي كارلا عم تسال اذا عندها ميجرين نصفي بس لما يكون على ميله اليمين الميجرين بيرتجع رقبتها وظهرها على ميله اليمين، واذا كان على ميله الشمال بيرجع رقبتها على ميله الشمال، هل في علاقه بين الاثنين؟ اوكي لنكون واضحين، ببلادنا ما عم بحكي عن كارلا، عم بحكي بشكل عام، كارلا ما بعرفه، ببلادنا ما عندنا ثقافه رياضيه، الناس ما بتعمل رياضه. عندنا ستريس مزمن نقعد كثير على الكمبيوتر. في لبنان عندنا اكثر شيء بسموه صداع مشترك، يعني ميجرين لتشنج رقبه، ما تكون ميجرين حقيقيه، يعني الشخص بيكون قاعد ميجرين عنده ستريس شد على سنه بالليل بتعطي اوجاع راس بتشبه الميجرين، 10% من تشنج العضل بالرقبه بالكتفين بتعطي لايت ميجرين، تشنج الرقبه اللي هون بحس حاله مثل البول هون بتعطي وجع مرات لهون ورا العين، حس تنميل او حريق، بيقول لك انا رقبتي ما في حركه، بحس شيء عم بشد من هون، كتفي ثقيل، بحس مره بيقول لك انا عندي شعور بالدوخه، يعني كل قاعد بالسياره عم سوق السياره بحس حالي كاني دوخان، بحس مرات غباشه بعيوني، بحس مرات عندي مشاكل بالتركيز، بحس مرات انه عم بنسى. دونك في عندنا اوجاع بتيجي من الرقبه والميجرين بنفس الوقت. دونك وهول تشخيصهم عليهم لازم نفصل بيناتهم، شوف كل واحدة شو سببها ونعالج كل واحدة طريقة منفصلة لإعطاء نتيجة على مدى بعيد. عم بحكي إجينا سؤال تاني كمان، إنه لما بدهم يفوتوا يناموا في بيجيهم أوجاع رأس وإنسومنيا ما بيقدروا يفوتوا، هل في علاقة بيناتهم وكيف ممكن يساعد حالهم؟ هاي الموضوع لنكون واضحين، إذا في بعض اوجاع الصداع اللي على البوزيشن، يعني اذا شخص عنده اوجاع راس بس ينام شيء، يعني في بعض الامراض تعطي اوجاع راس بس المريض يكون نايم، يعني مسطح ما عم يلعب بالنوم، له علاقه بالبوزيشن. في بعض الاوجاع الراس بننتبه لهم هول خطرين، ممكن يكونوا له علاقه بس المريض يكون واقف. هلا نعتبر انه هيدي المريضه عندها ميجرين حقيقيه، واما تنام عم يزيد الميجرين. في حالتين هون، او انه هالمريضه هيدي عندها اوجاع راس مزمنه، يعني وجع الراس بلش قبل ما تروح تنام وما عم تقدر تنام بسبب وجع الراس، او عندها قلق، عندها خوف، ممكن اكتئاب ما بعرف، عم يعمل لها قله النوم. يعني قلت قله النوم عندنا ثلاث انواع، عندنا اشخاص ما فيهم يفوتوا مرحله النوم، عندنا اشخاص بفيقوا بشكل متكرر، وفي اشخاص بتفيق بشكل مبكر. دونك قلنا قبل شوي ما نامت، فقت تعبانة، راحت على شغلة، زاد وجع الراس، اجت عشية، خافت، زاد وجع الراس، ما نامت. هول المرضى لذلك بس شوف مريض، لما قلنا بالبلفيو عندنا بروجرام للهيدك والمايجرين، انه نحدد من وين نبلش، يعني عندك قلة نوم، خوف، وجع راس، ادمان على مسكنات، تشنج رئوي، تشنج عضل، مشاكل بالتنفس. ما في دواء هول يخلصهم كلهم. ونحط اولوياتنا حسب المريض، ونحط هدف مع المريض من وين نبلش. مرات اذا بلشنا بالنوم نعالج المريض، مرات اذا بلشنا بشيء ثاني نعالج المريض، ولكن مرات بدايه العلاج بغير محله ما بتعطي النتيجه لازم نحن نعطيها للمريض. هذا
هودولي كانوا أسئلتنا. دكتور في عندك شي كلمة أخيرة بدك تقولها؟ إن شاء الله ما حدا يكون عنده وجع رأس أبداً. إنه مرة في مريض 2002 بباريس قال لي دكتور عندك أوجع رأس؟ قلت له لا. قال لي ما في تفهمني، ما عنده وجع رأس ما في يفهم الوجع. إن شاء الله ما كان حدا عنده أوجع رأس والناس تفتحني حالها يا رب. أكيد يا إن شاء الله يكون الكل بصحة كتير منيحة وهيدا المطلوب. مرسي دكتور لليوم، وإن شاء الله تكون هيدا عن جد كانت ساشن كتير حلوة.